فيديو النهاردة عن التفاؤل، عن الطموح، عن أقول لك أنت ليه ما بتسجلش في أي برامج من برامج كندا لحد دلوقتي، أنت ليه لحد دلوقتي مستني. عايز أقول لك كمان إن كندا عاملة تسهيلات كتيرة كتير قوي في كل البرامج، برامج جديدة، تسهيلات في فيزا السياحة، تسهيلات حتى الإكسبريس إنتري النقاط بتاعتها قلت. أنت ليه لحد دلوقتي مش عايز تستفاد من الأوكازيون اللي كندا عاملاه والتسهيلات اللي كندا عاملاها من اكتر من كام شهر لحد دلوقتي؟ خليكم معانا اعرفوا التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق اجمعين، سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اخواني يومكم جميل، يا رب تكونوا بخير اينما كنتم في كل مكان وفي اي وقت، كل سنة وانتم طيبين. يا جماعة والله كندا عاملة أوكازيون بالظبط كده، أوكازيون وتسهيلات، عايزة ناس من كل الدول، عايزة ناس في كل المجالات وفي كل المهن، وفي عجز في كل الوظائف، والكلام ده أنا دايما بقوله وهفضل أقوله وهفضل أكرره. الدنيا بقت سهلة وبيسهلوا أكتر وأكتر. يعني هنبدأ واحدة واحدة كده ونقول لكم التسهيل في إيه. أولا هنبدأ في فيزا السياحة اللي بتهم الناس كلها واللي الناس كلها شاغلة بالها بيها وبتهتم إنها تقدم على فيزا السياحة في الآونة الأخيرة. فيزا السياحة يا جماعة صاروا يسهلوا فيها كتير قوي، ما بقاش الورق يعقدوه كتير، ما بقاش الورق مثلا، يعني في ناس اتقبلت ما عندهاش ترافل هيستوري، كان طبعا ده من رابع المستحيلات حد ياخد فيزا سياحة ما عندوش ترافل هيستوري، ما عندوش شنجن، ما عندوش كام دولة سافرهم قبل كده، كان من رابع المستحيلات حد يتقبل. في الآونة الأخيرة تقريبا دلوقتي 5 شهور 6 شهور بيتقبل ناس وبيجي ناس بدون ترافل هيستوري. كمان حاجة، الورق ما بقاش برضه كتير، ما بقاش انك انت حساب بنكي عالي قوي، ما بقاش انك انت، المهم انك انت، هي حته اقناع، حته اقناع انك انت راجع تاني، انك انت راجع تاني. يعني كان بيقول لك حساب بنكي، يعني كنت تروح اي مكتب هجره يقول لك لا ده انت هتترفض، ده انت عايز 30,000 دولار حساب بنكي، وعايز مش عارف ايه، واملاك ايه واملاك ايه. لا، بنتكلم دلوقتي ان في ناس قبلت باوراق اقل من اللي كنا بنسمعه فعلا. في ناس ليه؟ لانهم بيسهلوا، بس عايزين يقتنعوا، عايزين يقتنعوا ان الشخص ده فعلا جاي يزور وراجع. دي حاجه. الحاجه الثانيه فيزا الزياره، فيزا الزياره كمان يا جماعه كانت يعني نقدر نقول ضبه ومفتاح، ضبه ومفتاح مقفوله مرفوض، بالذات اما تجيب حد اخوك او حد اختك او كده يرفضوهم، يقول لك ده راحه مش راجعه او رايح مش راجع، معروفه مهما كان الورق بقى، مهما كان الروابط، مهما كان بيترفض. دلوقتي فيزا الزياره بقت تتقبل كتير، زياره مؤتمر او ان كان عندك دعوه من 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 معرض او مؤتمر، هتحضر مؤتمر، او اذا كنت هتزور صديق، هتزور اخوك، بقى يتوافق على الحاجات دي. ما كانش بيتوافق على الحاجات دي من 2 3 سنين، دلوقتي بيتوافق عليها من بعد الكوفيد. ازمه كبيره في كل الوظائف يا جماعه، أزمة كبيرة، كل المهن هنا فيها عدد كبير جدا نقص في الأشخاص. كمان إنهم كانوا بيفكروا ويمكن نفذوا إنهم كانوا يرجعوا الناس اللي هي طلعت تقاعد، كانوا بيفكروا إنهم يرجعوهم يشتغلوا لو 20 ساعة حتى في الأسبوع. كمان إنهم سمحوا للطالب الدراسي هنا إن هو يشتغل مش 20، كان الأول 20، دلوقتي سمحوا له إن هو يشتغل 40 وأكتر كمان. كل دي تسهيلات، كل دي تسهيلات. انا مش عايز انسى حاجه وعايز اجيبها بالترتيب واحده واحده عشان تعرفوا التسهيلات قد ايه. كمان في تسهيلات ايه؟ اكسبريس انتري، اكسبريس انتري كانت وصلت 510 او 507، نزلت ل 470، نزلوا النقاط. معناه ايه؟ معناه انه عايزينك تيجي، بيقولوا لك تعالى، بيقولوا لك، بيختاروا ناس، عايزين ناس، بينقوا ناس. كمان في ايه؟ في برامج كتير هجره، في برامج هجره، في 2 برنامج كمان انا اتكلمت عنهم وممكن احط اللينكات بتاعتهم، حلوين جدا، وفي ناس بدات يتواصلوا معاهم، وفي ناس بدات فعلا تحس ان البرامج كويسه وهيجوا عن طريقها، برنامج مانيتوبا وبرنامج نيو برانزويك، وفي اللينكات انا ممكن احطها لكم في وصف الفيديو، برضو اللينكات انا حاططها قبل كده وهرجع احطها تاني. دي كلها تسهيلات يا جماعه، كل دي تسهيلات، كل دي تسهيلات. بيقولوا لكم تعالوا، بيقولوا لكم تعالوا بس اتعبوا، بيقولوا لكم تعالوا بس يعني اتعبوا شويه، يعني شوفوا، دوروا على البرامج، شوفوا البرامج اللي تناسبكم، شوفوا برنامج ايه يناسبكم وامشوا فيه. فيزا سياحه تناسبكم امشوا فيها، برنامج هيناسبكم امشي فيه. كمان
من اول يناير اللي فات كمان عملوا ان الشخص اللي بيحصل على تصريح عمل هنا من حقه يجيب زوجته، او هي ان معاها تصريح عمل من حقها تجيب زوجها وابنها او ابنه. كل دي تسهيلات، كل ده اوكازيون كندا بتعمله، عايزين الناس، بيجذبوا الناس. انا هرجع اقول زي ما في ناس كانت بتقول كندا بتشد الناس، دلوقتي انا بقول لك فعلا كندا بتجذب الناس وبتشد الناس، انا بقول لك فعلا، لان في حد قال لي الكلمه دي قبل كده بس كان قالها بطريقه تانية، كان بيقول كندا بتغريكوا عشان تاخدكوا، عشان تاخد مش عارف ايه واولادكوا واطفالكوا. لا انا بقى بقول دلوقتي كندا فعلا عامله تسهيلات عشان تجذب الناس. انت مستني ايه؟ انت وهي وهي مستنيين ايه؟ يعني مستنيين ايه؟ يعني مستنيين طياره تيجي في الشارع عندكم تاخدك توديك كندا؟ ما هو لازم تسعى ولازم تدور وتشوف ايه اللي يناسبك، تحضر ورق، تجهز ورق، تجهز ملفك، تشوف انت ايه اقرب، ايه اقرب شيء ليك؟ مش هنقول لك ايه المناسب ليك، لا القريب حتى، وابدا اسعى له وابدا خطط له وابدا امشي فيه. ممكن يكون البرامج اللي بتكلم عليها دي تكون قريبه، فيها مهن كتير قوي. تمريض هتلاقي، ميكانيكي هتلاقي، ساحن سائق شاحنه بتلاقي، كهربائي، نجار، سباك، مهن كتير موجوده. المطاعم طبعا، الطباخين، كل دي مهن موجوده في برنامج مانيتوبا وبرضه برنامج نيو برانزويك، مهن موجوده هنا ومهن موجوده هنا. طبعا الترافل هيستوري في الفيزا السياحيه مش بقى ذات اهميه كبيره، ناس بتتقبل، دي حاجه لوحدها، دي خبر لوحده حلو. يعني انا بعرف اربعه بدون ترافل هيستوري خدوا فيزا سياحه، بدون ترافل هيستوري خدوا فيزا سياحه. كمان نتكلم على البرامج، البرامج بيسهلوها، البرامج اللي بنتكلم عنها دي الايلتس فيها تقريبا اربعه او خمسه، يعني انت عايز ايه؟ يعني ممكن نقول متوسط، ممكن نقول تحت المتوسط كمان، ما الايلتس اربعه او خمسه ده مش حاجه كبيره قوي. يعني اللي بيتكلم 40 50 كلمه هو ممكن يجيب السكور ده الاربعه او الخمسه. تسهيلات في كل مكان لكندا، تسهيلات في كل حاجه، حتى هنا في الناس اللي موجوده هنا بدات تلاقي عقود عمل. الناس اللي موجوده هنا بعد ما كان بيقول لك لازم تجيب ليفل معين من عقد عمل، وكانوا حاطينهم كام ليفل معين كده A و B و C و D، دلوقتي بقى كله ممكن تاخد بيه تصريح عمل، بيسهلوها. كمان اماكن يعني زي تيم هورتنز، كافيهات، اماكن ضعيفه جدا بدات برضو انك انت تقدر تعمل من عن طريقها عقد عمل. كمان انك انت بيشترط انك انت مثلا هيقول لك لا ترجع بلدك، ما فيش حاجه اسمها ترجع بلدك وانت بتروح لحد الحدود الامريكيه وتيجي. يعني لو انت هنا في مونتريال مثلا ممكن 30 دقيقه بتروح على الحدود الامريكيه بتختم ورقه كده وبترجع. يعني كل حاجه فيها تسهيلات، كل حاجه فيها تسهيلات، وكل البرامج وكل الناس عارفه بكده، وكل الاخبار بتقول كده، وكل الفيديوهات بتقول كده، لكن بنلاقي دايما في ناس بتسال نروح ازاي؟ نروح ازاي؟ نعمل ايه؟ طب يعني بعد كده يعني مش عارف نقول لك ايه بعد كده؟ يعني اسئله كتير، يقول لك نعمل ايه؟ نروح كندا ازاي؟ ما انت لو دورت وتعبت روحك شويه، ما انت عايز تسافر كندا، يعني انت لازم تتعب، يعني انت راجل عايز تسافر كندا، عايز تغير حياتك كلها 180 درجة، يعني عايز تطلع من مكان لمكان، حياة تانية، وطن تاني، كل حاجة هقولها لك يعني مش هتتخيلها. فلازم تتعب شوية وتعرف انت رايح فين، وتعرف فعلا ايه اللي هيناسبك. مش انا اللي هقول لك هيناسبك ايه، انت اللي بتعرف. اذا كان برنامج هجرة، اذا كان عقد عمل، مواقع العمل الكندية يا جماعة، مواقع العمل الكندية فيها وصل اكتر من مليون وظيفة موجودة على برنامج اندد، وفي كمان في الفلتر فيك تحط انك انت خارج كندا، في للي خارج كندا، وفي شغل موجود بايلتس ضعيف جدا، وفي بدون، في بدون، اول مره اقول الكلمه دي، اول مره اقول ان في شيء بدون، في موجود، بس دور. يعني ناس تقول لي انا بقى لي فاتح موقع العمل وبدور عليه ومش لاقي حاجه ومحدش بيرد عليا. طب مش هيرد عليك من اول شهر ولا اتنين، مش هقول لك يوم، يعني من اول شهر، شهرين، ثلاثه، قدم كتير قوي. اهتموا يا جماعه، حققوا حلمكم، وفعلا اللي نفسه في حاجه بيسعى عليها وبيتعب عليها وبيجري عليها وبيضغط نفسه، بيضغط نفسه عليها ويفكر فيها ليل نهار لحد ما تتحقق. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، اسعوا اسعوا هتجيلك، والله هتجيلك.
مش هطول اكتر من كده في الفيديو، خدناه وان شوت كده مره واحده، ونقول لكم بقى كل سنه طيبين ودمتم بخير يا للخير، وربنا يحقق امانيكم يا رب. السلام عليكم.